حبنا يا حبيبتي كانت قصته جد مؤثرة، لكن مع مرور الأيام أصبح اسمي ماض في مذكرة. تسألني هل السبب منها وهل من طريق للمغفرة، وأجيبها بل الخطأ مني بتسرعي في قطع تذكرة. تذكرة حب وعشق يتيم، فأنا الذي لم أرشدك لطريق حكيم. فحبك يا حبيبتي لي لم يتعد تشرين، لكن حبي لك لن تذيبه ثلوج القطبين. ليست لديك الجرأة لإطعام حب لسنين، وليست ملامحك ملامح العاشقين. قبلاتك يا حبيبتي سم على الخدين، تسري في دمي تميت القلب وتغلق الواردين. سيأتي اليوم الذي تقولين لي أن علاقتنا مراهقة ليست إلا، وأنا سأقول لك أن حياتي معك مرت في غفلة. الشكر الخاص لجميع الأصدقاء الذين يساندونني، الشكر الخاص إلى أصدقاء بمدينة القنيطرة ومدينة الخميسات. هذه القصيدة هدية إلى جميع العشاق، هدية إلى كل قلب قد خانه رفيقه، هدية لكم وإليكم، وشكرا لكم.